يا جماعه الخير، احنا بنحاول على هوا مباشر. يا جماعه الخير احنا في المخيم يتدربوا علينا، تم اعتقال اكثر من 17 شخص. حتى يوم 7 اكتوبر كان عدد الاجمالي للمعتقلين 5300 معتقل، ارتفع العدد ب 1300 اخرين حتى هذه الساعه، اي ان 6600 اسير العدد المعروف والموثق والمتحقق منه. لكن هناك آلاف من أبناء قطاع غزة أيضاً اعتقلوا، لم تفصح إسرائيل عن أسمائهم، أماكن تواجدهم، أوضاعهم الصحية. من وقت الأحداث لليوم نحكيش معهم، كنا كمان قبل كنا نحكي مع الأسرة، بس اليوم ما بنحكي معهم. حتى إن كانت عندي زيارة لمحمد ومنصور الشهر هذا 23 شهر هذا، ما لغوها مهم الزيارات، ما فيش زيارات يعني ولا في شيء. وبيحكوا لنا وضعهم صعب، وضعهم صعب صعب يعني في عوفر، مخذين عندهم الكهرباء، التلفزيونات، الاواعيهم، الدافيات مخذينها، البطانيات، مش مخلين شيء عندهم اساسا. هاي البلاطه اللي بطبخوا عليها مخذينها. مئة شهيد بفعل الإعدامات الميدانية وقصف الطائرات من قبل جيش الاحتلال، وتقطيع أواصر الضفة الفلسطينية بعدها عن بعض، وحرمان العمال من العمل، وترحيل عمال قطاع غزة إلى الضفة الفلسطينية، وملاحقة أي مواطن يعبر عن رأيه بالوقوف إلى جانب شعبه في قطاع غزة. واضح بأن إسرائيل أطلقت العنان لكل مكوناتها، ليس فقط المكونات العسكرية وإنما المستوطنين للهجوم على الفلسطينيين، وبالتالي هي حصلت على الضوء الأخضر من العالم، وهو ما مهد للمزيد من الاعتداءات والمزيد من القتل.